يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعني تسوية الصفوف في الصلاة إلصاق أقدام المصلين بعضهم ببعض؟ وماذا أفعل في حالة عدم قبول بعض المصلين بالتصاق الأقدام؟ من قال أن رص الصفوف معناها الإلصاق؟ الذي جاء التقارب، تقارب ومحاذاة بين المناكب والعقب، أما الإلصاق هذا لا أعلم له دليل، بل هو هذا يؤذي من بجانبك ويضايقه، لكن تقرب منه ولا يكون بينك وبينه خلل فرجة، ليس بلازم أن تلاصق، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم.